الروم والفرس والعرب اجتمعوا لأول مرة للقضاء على جيش المسلمين. بعد الانتصارات الساحقة اللي قدر يحققها جيش المسلمين في عهد الخليفة أبو بكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد، أصبحت القوى العظمى على حافة الانهيار، ولا سبيل للنجاة سوى المواجهة. اجتمع جيش ثلاثي من الفرس والروم والقبائل العربية في منطقة تسمى الفرات للقضاء على جيش المسلمين، وسميت المعركة بعد ذلك باسم المنطقة معركة الفرات. 150 ألف جندي من الأعداء أمام 15 ألف جندي من جيش المسلمين. نهاية محسومة، ولكن حلقة جديدة من برنامج الجاسوس ومعركة الفرات. في استراتيجية الشطرنج بيكون في مجموعة من الحصون بيحيطوا بالملك، وعشان الملك يسقط لابد أن تتساقط الحصون واحد ورا التاني، وده اللي فعلا عمله سيدنا خالد بن الوليد لما بدأ معاركه أمام الفرس وأمام الروم. لما تولى خالد بن الوليد قيادة جيش المسلمين بدأت تسقط المدن مدينة ورا مدينة، سواء كانت المعارك أمام القبائل العربية أو أمام جيش الفرس أو إمبراطورية الفرس. ومع كل معركة بينتصر فيها سيدنا خالد وجيش المسلمين بيزداد قلق القوى العظمى، وتحديدا إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم. لكن في البداية إمبراطورية الروم كانت واخدة وضع المشاهد، يعني كانت سايبة الفرس يواجهوا المسلمين لان هم اقرب جغرافيا لجيش المسلمين. كان يعني الروم متوقع ان الفرس هيقضوا على المسلمين بسهوله، لان الفرس والروم اصلا بينهم خلافات كبيره على مدار مئات السنين، بينهم عدد كبير جدا من المعارك، لكنهم اجتمعوا على مواجهه المسلمين. لما لقوا جيش المسلمين بينتصر معركة ورا معركة والفرس والقبائل العربية مش قادرين يواجهوا جيش المسلمين، قرروا ان هم يتحدوا معا للقضاء على جيش المسلمين. وده كان بالنسبة لهم افضل وقت، لان جيش المسلمين لسه في مرحلة المهد، يعني كان عدد الجنود 15 ألف، فقالوا هنجمع كام؟ 30 40 50 ألف، هنقضي عليهم بسهولة. ده كان كلام امبراطورية الروم اللي ما كانوش واجهوا المسلمين قبل كده. كان اللي واجه المسلمين وواجه جيش المسلمين عارف ان مع المسلمين تحديدا مفيش حسابات بالارقام، فبمثل هذا تدار الامور نهائيا. المسلمين الوضع مختلف تماما، فعشان كده قرروا ان هم يجمعوا اكبر قوه ليهم عشان يقدروا يقضوا على جيش المسلمين. بالفعل بدأ يتجمع الجيش الثلاثي في منطقة الفرات. في الوقت ده كان جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد موجود في منطقة تسمى الرضاب للقضاء على بعض القبائل العربية. وأثناء العودة لمدينة الحيرة، الحيرة دي هي كانت المدينة اللي بيخرج منها عمليات جيش المسلمين، وكان الموطن لجيش المسلمين يعتبر، جاء لسيدنا خالد بن الوليد نبأ ان في جيش بيتجمع في منطقة الفرات. هنا كان قدامه خيارين، اما ان هو يكمل طريقه لمنطقة الحيرة ويبعد عن هذه المعركة، او يروح ويواجه. استطلاع الرأي قال ان الجيش اللي بيتكون ده لم نواجه مثله من قبل، عملاق بيضم قادة الفرس وقادة الروم والقبائل العربية لأول مرة يجتمعوا معا. عدد جيش العدو حسب التقارير، لان الارقام على فكرة يعني الارقام بيبقى عليها خلاف كبير جدا، لكن اجتمعت الاراء على ان الارقام اكتر من 100 ألف جندي، رقم كبير جدا امام 15 ألف، الموضوع يكاد يكون مستحيل. لكن سيدنا خالد بن الوليد قرر ان هو يروح لمنطقة الفرات ويواجه هذا الجيش العملاق. العدو كان متمركز شمال نهر الفرات، فلما توجه سيدنا خالد بن الوليد ووصل وقف جنوب نهر الفرات، بدأت قصة معركة الفرات. وهنا هنعرف عبقرية وذكاء جيش المسلمين وخالد بن الوليد. جيش المسلمين كان متمركز أسفل نهر الفرات، وجيش العدو كان متمركز شمال نهر الفرات. الحقيقة هنا الموقف ده بيبين أصحاب العقيدة والإيمان إن جيش المسلمين قائده خالد بن الوليد دول أصحاب عقيدة، أصحاب إيمان، أصحاب قوة ربانية. ليه؟ لأن كانت الخطة إن إحنا لازم ننتظر مهما كلفنا الأمر إن إحنا ما نعبرش النهر، عشان ما يبقاش النهر في ظهرنا والعدو أمامنا. فلو حصل لا قدر الله عدو هجم علينا وعايزين ننسحب أو نتراجع، هيبقى مفيش مفر سوى المواجهة، النهر في ظهرنا. فظل الجيشين 6 أسابيع قبل بداية المعركة كل جيش منتظر الجيش الآخر إنه يعبر له. طبعا الجيش التاني مش أصحاب عقيدة، مش أصحاب إيمان، زهقوا، شعروا بالملل، وكمان عددهم خلاهم يحسوا بالغرور، فأرسلوا مبعوث ونادى على بداية الجسر
اعبروا الينا. نادى في جيش المؤمنين وجيش المسلمين ونادى في قائد جيش المسلمين سيدنا خالد بن الوليد اعبروا الينا ايه شمال النهر. طبعا سيدنا خالد بن الوليد رفض وقال لن نعبر اليكم بل اعبروا انتم الينا. قالوا خلاص احنا هنعبر اليهم كده كده المعركه لن تستمر طويل وبعدين احنا بقى لنا 6 اسابيع كاملين فخلاص هم زهقوا يعني. فقالوا خلاص قالوا سيدنا خالد بن الوليد ارجع بجيشك للخلف عشان نعبر النهر وما يتعرضش لينا جيشك نهائيا واحنا بنعبر. خالد بن الوليد رد عليهم الرد الشهير بل اعبروا اسفل منا واعطاهم كلمته ان مفيش حد من جيش المسلمين هيتعرض ليكم حتى يعبر الجيش بالكامل. وطبعا ده اللي حصل عبر الجيش بالكامل ولم يتعرض لهم سيدنا خالد نهائيا واعطى كلمته ونفذها واصبح الجيشين امام بعض في انتظار بداية المعركة. المشهد كالآتي: نهر الفرات امامه جيش العدو امامه جيش المسلمين. كانت استراتيجية سيدنا خالد بن الوليد ان مهما حصل جيش المسلمين لازم يظل ثابت، مهما كلفنا الامر لابد من تضييق مساحة القتال لان كان في ظهرهم نهر الفرات، بالتالي احنا لو تراجعنا هنوسع مساحة القتال وطبعا هم جيشهم اكبر فهيقضوا علينا بسهولة. بدأت المعركة وبدأ جيش المسلمين بقوة جبارة، تفاجأ جيش العدو بصلابة جيش المسلمين لدرجة ان جيش المسلمين قدر ان هو يتوغل في قلب جيش العدو. جيش العدو اللي كان بيتكون من 3 جيوش الروم والفرس والقبائل العربية كل جيش كان مع بعضه، قدر جيش المسلمين ان هو يتوغل بينهم ويفصلهم عن بعض تماما وطبقوا استراتيجية الكماشة ان كل مجموعة من جيش المسلمين يلتفوا حوالين مجموعة ويقضوا عليهم تماما وبعد كده يروحوا لمجموعة اخرى ويقضوا عليهم تماما وهكذا. كانت شرسة جدا وجيش المسلمين قدر بتوجيهات سيدنا خالد بن الوليد ان هو يقضي على عدد كبير جدا من جيش العدو. وفي عز ما كانت المعركة على احر من الجمر امر سيدنا خالد بن الوليد مجموعات من الفرسان ان هم يتركوا المعركة ويرحلوا. هيرحلوا يروحوا فين؟ هنعرف دلوقتي. جيش العدو اتفاجئ بقدرات المسلمين، لابد ان هو ياخد موقف، لازم يعمل عملية اعادة تنظيم اعادة هيكلة، انه كان جيش نظامي اصبح جيش عشوائي، فكان لابد ان هم يتراجعوا، عملوا عملية إعادة تنظيم أو بمعنى أصح انسحاب، لكن الانسحاب بدون خطة بيؤدي إلى الهلاك، درس في جميع المعارك، أي انسحاب بدون خطة يؤدي إلى الهلاك. قرر جيش العدو إن هم ينسحبوا ويتراجعوا ويعملوا عملية إعادة تنظيم للجيوش مرة أخرى، لأن هم تفاجئوا بجيش المسلمين، فعلاً تراجعوا. كان التراجع أو الانسحاب عشوائي، المفروض إن هم هيروحوا ناحية النهر ويعبروا من الجسور ويبدأوا شمال نهر الفرات ان هم يعملوا عملية اعادة تنظيم. فاكر المجموعات الفرسان اللي قلت لك عليهم؟ فاكر راحوا فين؟ راحوا على بداية الجسور. سيدنا خالد بن الوليد كان قاري الخطة وكان عارف ان هم يعملوا كده وكان عارف ان هم ينسحبوا، فامر الفرسان انهم يقفوا على بداية الجسور عشان لما ينسحب جيش العدو يقضي عليهم جيش المسلمين وهم بيعبروا الجسر. ده اللي حصل فعلا، الاف من جيش العدو بيقتلوا على بداية الجسور بسبب قوة الفرسان المسلمين. عن الباقي شاف كده فيعمل ايه بالظبط؟ كده يرمي نفسه في النهر. طبعا النهر هنا ضعفهم، يقلل سرعتهم، كانوا صيد سهل جدا لسهام المسلمين، طادوهم في قلب النهر وتحول النهر الى اللون الاحمر بلون دماء الاعداء. اكتر من 100,000 جندي قتلوا تماما، واللي قدر يعبر النهر منهم بضع عشرات تبعهم جيش المسلمين وقضوا عليهم. قدر جيش المسلمين ان هو يقضي على اكتر من 100,000 جندي. معركة وصل صداها الى كل اماكن العالم، وهنا تيقنوا اكتر ان جيش المسلمين من الصعب هزيمته. بإرادة ربنا عز وجل وبعبقرية الخطة صلابة وقوة جيش المسلمين، جيش المسلمين نفسه لو ما كانش قوي ما كانش هيقدر ان هو يقضي على العدو، ولكن كانت إرادة الله عز وجل قبل كل شيء. ربنا هو عز وجل اللي اراد ان جيش العدو يعبر النهر، كان ممكن يثبت مكانه ما يعبرش النهر، ارادهم ان هم يكونوا ضعاف مخلخلين، يقرروا ان هم ينسحبوا عشان يعملوا عمليه اعاده تنظيم، اراد ان الفكره تخطر في بال سيدنا خالد بن الوليد. ربنا عز وجل هو صاحب النصر الاكبر، سيدنا خالد وجيش المسلمين ما كانوا الا وسيله لتحقيق نصر الله عز وجل. معركه قدر المسلمين ينتصروا فيها ويثبتوا لكل القوى العظمى ان جيش المسلمين أقوى الجيوش اللي موجودة في الوقت ده، مش بالعدد ومش بالعدة ومش بالعتاد، بالإيمان. أكتر من 100,000 جندي تفوا تماما كما لو أنهم لم يأتوا لهذه المنطقة من قبل. كانت منطقة الفرات هي نهاية هذه الجيوش. طبعا ده كان جزء من جيوش الفرس والروم والقبائل العربية، لسه في معارك تانية كتيرة جدا كانت أمام الفرس وأمام الروم. أتمنى
ان الحلقة تكون عجبتكم، واتمنى انكم تدعمونا. ان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى ومعارك اخرى، واشوفكم بخير.